انا دكتور خالد منظور انترفنشن كارديولوجي ريجستر في معهد القلب القومي. ممكن حضرتك تقول لنا حضرتك متوقع تشوف ايه في كارديو اليكس؟ متوقع اشوف كارديو اليكس هو اقوى مؤتمر موجود في الشرق الاوسط بالنسبه للقلب، بيغطي كل اجزاء امراض القلب ودايما بيبقى فيه تطور، بيعرف كل حاجه متطوره موجوده في القلب، فاحنا متوقعين ان احنا نشوف التطور اللي حصل في السنه اللي فاتت دي كله بيتعرض هنا. وطبعا احنا بنقابل بعض وبنقابل دكاتره من بره مصر، بنقدر ننتراكت مع الحالات اللي احنا بنعملها، ده بنطلع باستفاده جامده جدا من المؤتمر يعني. طيب حاجه كويسه جدا. ممكن حضرتك توجه رساله للبيشنتس للمرضى؟ للمريض المصري. للمريض المصري. طبعا واحد ان هو ما يستناش لما يتعب قوي عشان يروح لدكتور. يعني مش مشكله لما المريض اول لما يبدا يتعب ان هو يروح يكشف عند دكتور يساله في ايه، ما ياخدش معلومات من الصيدليه او من اصحابه، يعني دايما لو في حاجه يروح للدكتور يسال، ده رقم واحد. رقم اتنين لما دكتور القلب يكتب علاج، علاج القلب ما بيقفش، لان ساعات مرضى كتير بتفتكر ان علاج القلب زي علاج البرد، اللي هو انا خدت العلاج اسبوعين وبعد كده اتاخرت على ميعاد الاستشاره فوقفت العلاج لغايه لما اجي لحضرتك فتعبت، يعني هو تعب عشان وقف العلاج، فدايما يبقى كومبلاينت على العلاج، يعني العلاج اللي الدكتور يكتبه يكمل عليه ما يوقفوش. طبعا ما ينساش العلاج ويبقى فاهم ان احنا بنحاول نعمل اكتر حاجة ممكن نقدر عليها عشان هو يبقى كويس، فالعلاج ده هو اللي احنا نقدر نعمله يعني. فلازم هو يبقى كومبلاينت عليه، ياخده في ميعاده، لو في حاجه عايز يوقفها يتكلم يسال. يعني هو مينلي المشكله في البيشنت المصري، المريض المصري دايما عنده ما هوش كومبلاينت قوي على الميديكال تريتمنت، هي دي المشكله. لكن طبعا غير كده مفيش حاجه ممكن اقدر اقولها، يعني هو لو عمل دي بس هيبقى الامور كويسه قوي. بس كده اللي قلت حضرتك يا دكتور.